نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله إن طهران تستعد لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي. ونقلت الوكالة عن صالحي أيضا إن خامنئي أمر بإقامة قاعة متطورة لإنشاء أجهزة طرد المركزي حديثة، وأن هذه القاعة جرى الانتهاء حاليا من إنشائها وتجهيزها.